طبعا الارنب هو السكن المعروف والمعهود، هو وايت وبالتالي تاريخ كبير. معشر المستمعين، حضرات المشتركين الكرام، في زمن النكران وعصر الزهايمر، هل يغدر كبار السيرفر بالارنب وايت اللي انقلبت عليه الدنيا وهبلت عليه الملايين؟ هذه الملايين اللي طالما اسعدها وايت ونادت باسمه لاشهر، اضاف الزرطبان المغربي للسيرفر نصاعة وبريقة، واضاف للعرب تتويجات والقاب من خارج سيرفرنا. وايت اللي اطلقت عليه منذ شهرين تقريبا صاروخ مراكش، نعم كبيرهم الذي علمهم السحر، انا الذي نظر العاشق الى يدي واضطربت هجوتاتي من به صمم. انا وايت عارض المتعة داخل لعبة فري فاير، انا وايت كبيرهم على صغري. هذا هو يا سادة طعنه احباء اليوم قبل خصومه ونكره الاقرباء قبل الابعاد. وايت فخر العرب وأسطورة السيرفر بأصابع الذهبية ولمساته الفنية، جاب الوان بزوان وقت لحم النوبرو، ضربهم في عقر ديارهم في البرازيل بالسبعة سفر، ضربهم بالسبعة سفر، بكاهم بالسبعة سفر، دمرهم عذبهم، هبلوا اتسائلوا قالوا كيف أثرتم سيرفرنا، كيف أثرت سيرفرنا أيها الأرنب؟ نعم أيها الزرزبان المغربي، رد الزرزبان قال أنا الأصل والباقي تقليد، نعم أنا الأصل والباقي تقليد، كيف نسيتم هذا؟ كيف تتنكرون اليوم لهذا؟ الآن أصبح وايت هاكر، الآن أصبح وايت ما عنده في السوق ما يذوق، لا لا ثم لا، لا يا حبيبي لا، لن تنتهي يا السادة وايت، لا ينتهي هذا الوايت، نعم ما زال العالم سيشاهد إبداعاته وانتصاراته ويستمتع بألقابه ويفرح بتتويجاته. لا ثم لا يا سادة، لم تنتهي صلاحيات المغربي وايت ليباع في المزاد. يا معشر المستمعين، هذه كلمات ليست مرثية في النجم المغربي وايت، ولكنها مني أنا أبو يحيى إقرار واعتراف بهذا النجم الكبير.